السلام عليكم. كيف حال خير؟ كيف بخير؟ حال بخير؟ كيف بخير؟ حال بخير؟ يوم رهيج يوم رهيج. المهم صراحة أحيانا أحسدهم لعيبة الكورة، أقول حظهم مرتاحين، فلوس وسفرات وشهرة ومشجعين، ويدقوا إجازة طويلة في الصيف مثل المعلمين، يعني أمورهم في العسل. نعم كذاك كنت أحسب لعيبة الكورة حتى بمعنى، لكن يوم شفت الناس كيف تنتفهم بالكلام والانتقادات لما يخسروا قلت الحمد لله يوم ما استويت لاعب، عساس يعني أنه المنتخب واجد جالس يحايلني أنا. يلا يلا في القرية ذا يلعبون في فريق الاتحاد. المهم بصراحة لاعب الكورة يتعرض لضغوط ما طبيعية، الله يعينهم. بس تخيل أنت لاعب وفترة ما تكون في مستواك، لا أحد بيرحمك ولا أحد يوقف معك ولا أحد بيسوي لك سالفة، بيقولوا فاشل بغام عقله في صيمه، وبيقولوا الكورة في الشرق وانت في الغرب، يريدوك مثل الماكينة كل يوم تقدم نفس المستوى وبنفس الأداء. لو عادوا التهمة الأكبر والأعظم انهم بيقولوا عنك ما عندك وطنية، فجأة استويت ما عندك وطنية، بيقولوا شبعان فلوس وما عندك طموح وكل شيء يخطر على بالك. شوف المبالغ التي تنفق على يا أخي، ردة فعل يجب أن تكون قوية. يعني ما نتكلم عن مبالغ، نتكلم عن الروح، نتكلم عن غيرة. لا يتكلم لاعبين اليوم يقول مثل ما يقول الأخ بدر الغيث الآن أنه والله ما في يومنا، ما في شيء اسمه ما في يومنا، متى بنصير في يومنا، متى في يومنا. هذه كلمات وشعارات أخي، حن الآن شربنا وأكلنا منها أشياء كثير. على كيفكم هو يعني؟ ما شيء غيرة، ما شيء وطنية، على أساس الوطنية تنقص بالمباراة. تو إذا المحللين كذاك كيف نلوم بقية الناس؟ أحسن نرجع للجماهير، وطبعا ما كل الجماهير حاشاهم، بس في فئة بيننا كذاك، هذه الفئة تنسى أنه ذيل اللعيبة أوادم مثلهم، وكلمة واحدة ممكن تدمر نفسيتهم، مثل ما صار لعدد من لعيبة المنتخب بعد ما تراجع أداء المنتخب وصار يخسر من كل حد. في ناس ذيك الفترة طاحت بالمنتخب طيحة متصفدة، لحد ما بعض اللعيبة صاروا يكرهوا شيء اسمه كورة، وتمنوا أنهم يعتزلوا اللعب الدولي بسبب الكلام القوي اللي جاهم، نفسياتهم اتدمرت. توزين كذاك يا أبو، انتقدهم وانتقد لعبهم ما قلنا شيء، خذ راحتك إن شاء الله من اليوم إلى شهر قدام، لكن النقد في حدود، تقمقم بس ما تجرح في اللعيبة. وعلى فكرة اللي من هذه النمونة تحصله كل ما تشاءم من المنتخب ومن الأندية من الدوري، لما تجي مباراة للمنتخب تسمعه يقول يعني بيحشروها، بيخسروا، متعودين يخسروا. نعم أقول لك إنهم بيخسروا، عبد فريق يفوز، وإذا صح خسر المنتخب بيجلس ينعش وما يبقى كلمة في فؤاده. زي حبوب ليش زعلان؟ ترى أنت قايل بيخسروا، أها مالك تو يعني قاعد تشاطح بعمرك. وإذا فاز بعد ما يعجبه، صدقوني ما يعجبه، بيقول لك بس عجب فايزين على البرازيل. تو سألك أنت مو باغي؟ لا لا صحيح، أنت مو باغي أصلا، لا عاجب منك كذا ولا عاجب منك كذا، باغي أنهم يطلعوا من المنتخب ويصيروا يبيعوا له لا يعني ولا مو؟ ها؟ ليش يعني ما أقول له لا؟ طلعت مغشوشة نوبة يعني وامو؟ ولا عيش بلاستيكي؟ شي ما خلنا أكمل، ما في بارض. قبل أيام اعتزل النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي، شوف الجمهور اللي حضر عشانه احتراماً لعطائه وتاريخه. A parte che se scurge energia di Niel exact ca într-o clepsidră și își face curaj să iasă și nu poate. E prea mare dragostea pe care tot i-a depozitat-o în acest tricou și în acest sport ca să poată să iasă, să-și facă, să aibă curajul să părăsească arena. Oamenii ăștia din tribună au fost alături de el toată viața lui. خلونا نتخيل لو كان توتي عماني، تتوقعوا يحضر ذا العدد عشان مباراة اعتزال؟ هذا اصلا لو سووا له حفل اعتزال مصيره بيكون مثل محمد ربيع وفوزي وباقي الشلة اللي اعتزلوا، ولا حد عبرهم ولا فكر يكرمهم بمباراة اعتزال. يا أخي إذا تحسوا
انه مباراه الاعتزال بتفقركم، جمعوهم كلهم في مباراه واحده عشان الخسائر، بس عبروهم، حسسوهم قيمتهم وقيمه عطائهم اللي قدموه طوال هذه السنوات. تو بيطشوا لك الباب، يقول لك تراهم ضربوا فلوس الين قالوا بس. يعني توتي ما كان يضرب فلوس، كان يضرب لك خبز وجبن وبطاطس ويضرب لك ديو يا الحساد. المهم خلونا نروح لمراسلنا الحبوب الجميل الفنان. طبعا نضطر مدحه اليوم لانه جانا امس وارم كما الطبل، او ان ما عاجب انه ننتقدك اليوم، وهددنا انه يترك البرنامج. هو ما من زينه لكن ما شيء غيره، وهذا ارخص واحد حصلناه. صدقهم شيابنا يوم قالوا الحاجة بنت. زين، طبعا مراسلنا اليوم جايب لنا لاعب حبوب، لاعب تشوف اغلب الوقت يضحك كأنه يمثل أهلها معدون أسنان، لاعب أعصابه حديد صعب أنك تخليه يعصب. هو اللاعب المفضل عند كثير من المدربين سواء في المنتخب أو الأندية اللي مر عليها. خلونا نشوفه مع أفضل مراسل في الكرة الأرضية. رحب بأكثر مهاجم في العالم ضيع فرص، عبد العزيز المخبالي، لاعب منتخبنا الوطني ولاعب نادي فينك. اهلا وسهلا. مرحبا فيك يا اخي. متشخص اليوم ولدنا. يا الله يا الله غواتك. انت رايح تخطب ولا رايح تسوي مقابله؟ ابوي عبد العزيز سامحنا ومسحها فوقي. ترى هذا المراسل تعبنا من كثر ما نعلم فيه، كانك تكلم قدار ما شيء فايده. المرة الماضية سجلت 5 أهداف على بوتان، 5 أهداف يا الظالم. طبعا الانتقادات ومن الجماهير او انه بعض المشجعين لما يتكلموا قالوا هو سجل 5 أهداف على بوتان، ترى هلا بوتان. وش ردة فعلك او وش تجاوب عليهم على هذه الانتقادات؟ اول شيء طبعا بهذه الانتقادات بالعكس هذا تحفيز لي كون المهاجم. المهاجم طبعا يحصل انتقادات من حتى لو كان افضل لاعب في العالم، في النهايه اللاعب لما يكون محظوظ طبعا بيسجل، لكن لما الحظ ما بيتوفر معاه اكيد انه في فرص ضايعه بتكون، فهذه اشياء طبيعيه صرت ان اتعود على هذه الاشياء انتقادات. تو انا ساعه جالس اقول انه الانتقادات أثر عليكم وجالس تنازع على الناس اللي تجرح فيكم، وانت تقول ما تأثر فيكم. يا جماعة الخير، هو ما قصده انها ما تأثر، لكن تعرفوا لازم يظهر شجاع وواثق بنفسه. فهمتوا؟ لا، كرة القدم متعبة واجد ولا لا؟ لأن البعض يحسدكم، طبعا أنا واحد منهم، كنت أقول يا أخي هذا لحظهم بس اللي يلعب كورة، ومن يخلصوا لاعبين يصيروا يناموا ويضربوا ذيك الفلوس ما إلى آخره. بغى أعرف يعني عالمكم كيف بالضبط. لا أكيد كرة القدم متعبة، أوقات أن فترتين نتمرن صباح ومساء، فهذا أشياء يعني بالفعل متعبة قبل بداية الموسم، خاصة المجهود هناك يصير يعني التعب أكثر شيء قبل بداية الموسم لأن في إعداد بدني. ما شاء الله، والله أنا حاسدينكم صراحة. لا تحسدني، أنا مثل هذه الناس يعني أتمنى أنهم يعني يتابعونا أول بأول، يشوف التعب اللي نحن نمر فيه من إصابات، من مجهودات، من مجهود بدني وذهني. حتى قبل المباراة إحنا مش إحنا بس نتمرن نلعب مباريات أو نلعب كورة، لا، كورة فيها تعب. أنت لازم الحين في أشياء أنت لازم تمتنع عنها، مثل يعني مثلا الأكل أو السهر، هذه أشياء لازم، أشياء أنت تحبها لكن لازم أنت تمتنع عنها. زي كذا عبد العزيز، ما تزعل مني يعني، وجاوب بكل صراحة، يعني ليش تضيع فرص واجد يعني كابتن عبد العزيز؟ يعني تفكر في شيء قبل المباراة ولا تفكر في الأكل مثلا يعني؟ والله أنا ما أعتقد إني أفكر بالأكل، بس أظن لما سمع سؤالك الماسخ هذا كان يفكر يشل عليك بشاول ويجيب راسك نصين. سوى عمرك راعى أسئلة ظريفة أنت ولا كيف؟ الفلوس
أيتك عمر اللي فلوس ما تغير إنسان يعني. كم سيارة عندك؟ سيارتي. وبعد تقول ما عندك فلوس؟ سيارتي بس عاديات. عاديات. عادي. كابتن عبد العزيز ما حد يحسدك. لا عادي. طيب كابتن عبد العزيز في مرة أنت تهربت من المنتخب ما حضرت. شيء مضايق إنك ولا في عندك مشكلة ولا شو؟ لا أنا ولا مرة تهربت من المنتخب. وصلتنا معلومة إنك تهربت يعني. أبداً. متأكد؟ متأكد. وبحتى يتبلع على الرجال. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يو صابر زمان صبر بعدك ثمان. كابتن عبد العزيز كنت تتمنى تصير شيء قبل لا تكون لاعب؟ أنا طموحي أصير حارس. لا ما حارس مرمى، حارس مدرسة، بس الإصابة منعتني. أنا قبل كنت أتمنى أن أصير لاعب والحمد لله صرت لاعب. لأنه وصلتنا معلومة عنك حد من ربعك زمان أنك كنت تقحم مقدار المدرسة بس عشان تصير تلعب كورة، صح الكلام؟ لا لا ما في. كابتن عزيز ما في أبدا. شكله هذا بيتبلى عليك. من ذا اللي يريد يتبلى عليه؟ ما حد غيرك أنت. قال استهايش وتجيب أسئلة من عندك. زي سكت خلاص أبوي انطم. يلا كمل المقابلة. ابنك تتمنى يكون لاعب كرة قدم مثلك ولا يكون له مشاريع ثانية ولا شو؟ والله ما نسبق الأحداث. نحن بنشوف إن شاء الله لين المستقبل، لكن إذا هو شو يبي يصير أنا راح أساعده في المجال اللي هو يريده. أنصحك عبد العزيز لا تخليه يختار كورة ولا هم يحزنون، خليه يستمقاول أحسن. أشوف سوقهم ماشي دوم يلعبوا فينا على كيف كيفهم. شكراً كابتن عبد العزيز على المقابلة ومشكور أنك تحملت مراسلنا الدعلة. يا أخي نحب هذا اللاعب. المهم الزبدة من هذه الحلقة، الكلام اللي ما يعجبك تسمعه لا تسمعه حال غيرك، واللاعب اللي تشك في نزاهته ووطنيته ترى في يوم بكى بحرقة عشان ضيع لقب وطوف عليك الفرحة، وغيره ترك عزا أهله عشان يلعب مع المنتخب، ولعيبة كثيرة يلعبوا وسط ظروف وضغوطات أنت ما تعرفها. تقمقم مثل ما تبغى بس لا تغلط ولا تجرح. ترى كثرة الانتقادات تسبب أزمات نفسية للاعبين. وعلى طار الأزمات النفسية، ليش ما يكون في أخصائيين نفسيين للاعبين؟ الحين الفرق العالمية كلها تمشي ومعها أخصائي أو طبيب نفسي، إحنا مو ينقصنا. نعم طبيب نفسي، ليش هو مجنون يعني عشان نجيب له طبيب نفسي؟ يا ثور ما قصدي إنه مجنون، أنت لو تمر بالضغوطات اللي يمروا فيها كان جنيت. عادي طبيب يسمع ضغوطاته ويخبره كيف يتعامل معها. يا رعيف يا الله الحساس. ما منك من اللي فاتح موضوع معك. خليه عقب اللاعب داق انه اكتئاب طول الوقت وما يبي يشوف حد ولا خاطره يلعب كورة البر. يعالج نفسيته بأربع سندويكات شاورما وسبع دورات على الحارة آخر الليل وطاح الحطب. باين تعرفوا مين ضحكني؟ شوفوا ذا المقطع. يخص بليس من مهاجم، شكل أول مرة يسجل هدف في حياته. ذاك الحالة كأنه في مصارع الثيران رايح ينطح زقاقة. مالك بعد ما ضرب في الزقاق قام راسه داير وفوق كذا متفشل. لا وبعده يأشر بيده إن الوضع عادي. مو رايق انت يعني؟ ما صار شيء، عادي اصلا، ما يعور اصلا، عادي يعني. وهو تحصل مخه مرتق ويرقص من قوه الصفعه. الغم مسكين فوق هذا كله لما رجع الملعب الحكم عطاه كرت احمر. تخيل فوق كل اللي جاه بعده بينطرد. يا
الحكم ما عنده حق بصراحة. ها شعور لاعب شوية صح، هو اللقطة اللي سواها غبية بس أنت مشيها. أموت وأعرف ذا اللاعب بعدين كيف قابل حيان. أنا لو يقرب لي ذا اللاعب أسمينا بيجلس أضحك عليه سنة كاملة. حد قال بصراحة وحده داير حال عمره. شي ما أحسن أسكت ترى من عاب ابتلى. خلاص ما زين الضحك. يلا مع السلامة.